رجعنا من جديد. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل بيتزا دايت. اكتر حاجه بتتخن في البيتزا العجينه بتاعتها والجبنه اللي على الوش. فاحنا العجينه هنعمل عجينه صحيه، مش هحط فيها دي ابيض، هستعمل دي اسمر او دي شوفان، وهستعمل فيها الحمص عشان يبقى فيها بروتين للناس اللي بتعمل دايت فيه بروتين عالي. المقادير بتاعتي ايه؟ نص كوبايه حمص مسلوق، 3 معالي دي اسمر او دي شوفان او دي بطاطس اي او دي حمص، اي نوع دي هيمشي فيها. بيضتين، بيكنج باودر حوالي نص معلقه، زعتر وكاتشب، كوبايه خضار، وموتزاريلا دايت. الموتزاريلا حاولي انها تبقى قليله الدسم قدر الامكان. هاجي نص كوبايه الحمص، حمص مسلوق هحطها، وهحط معاها البيض. طبعا احنا متفقين ان الفلفل الاسود اساسي مع البيض. هحط رشه ملح بسيطه وهضربهم الاول مع بعض. لازم الاول ينعم الحمص تماما. عشان ما تطلعش فيها كتل العجينه بتاعته. البيكنج باودر، وادي معالق الدقيق بتاعتي. انا مستعمله هنا دقيق الشوفان. العجينه هتبقى سائله نوعا ما، يعني مش عجينه، يعني هتبقى طريه بس في الاخر بتبقى حلوه قوي. هوريها لكم. بصوا العجينه طريه. هستنى اقلبها كلها في بعض واوريها لكم بعد ما تتقلب في بعضها. علشان اهي دي لبيتزا واحده، شايفين طريه ازاي؟ طريه اهي، طريه مش زي العجينه عجينه. وبعدين باجي في صينيه فيها ورق زبده، بكون دهناها بورق زبده، وبحط العجينه بتاعتي اهو. هحط العجينه في النص كده وكل الكميه. وبعدين بظهر معلقه، ظهر معلقه ببله بميه، واعملها بشكل دائري. مش لازم قد الصينيه، زي ما هيطلع السمك اللي انت عايزاه كده اهو. وادخلها الفرن 5 دقايق بس علشان تستوي نص سوا وتبقى عجينه اعرف اتصرف فيها. اهي خلاص اهو، ادورها علشان تبقى شكل البيتزا اهي، وبدخلها الفرن. اوكي اهي، بدخلها الفرن 5 دقايق وهتطلع اهي. 5 دقايق، بصوا اهي بقت عجينه. انا لسه ما حط اهو، طبعا بتنشف بتنفش من البيكنج باودر، بتبقى هشه. واهي دي بدخلها الفرن 5 دقايق اهي، نيه اهي اهي النيه. اوكي والفرن فيه الكوسه، هنطلع الكوسه ونحط البيتزا. ريحه بقى مقرمشات الكوسه فظيعه اهي، طلعت الجبنه بقى بتقرمش كده، بتبقى ذهبي فبتبقى فظيعه. خلاص
باجي بقى البيتزا بتاعتي اهي، بجيب معلقه وهحط يا ام يوسف معلقتين او معلقه من الكاتشب على البيتزا. ازيك يا ام يوسف؟ صباح الفل يا دكتوره. عامله يا صباح الفل عليكي، منوره الشاشه حبيبتي، ربنا يخليكي. عامله ايه؟ واحد تاني والله حبيبة والله قلبي. قولي لي الجو عندكم في اسكندريه ايه؟ والله الجو حلو عن القاهره، انا كنت في القاهره الاسبوع اللي فات. عندكم هوا بقى، هوا البحر بالليل جميل. اسكندريه جميله، احلى ناس والله والله، تنورينا في اسكندريه. حبيبة جميله قلبي، ان شاء الله باذن الله. حبيبتي الصوت راح. ام يوسف معلش يا ام يوسف، كلمينا تاني، الخط قطع. بصوا هي بسيطه، علشان دايما اللي بيعمل الدايت بيبقى في الغالب لوحده في البيت بيعمل الدايت، فمش عايزين نعمل له حاجات تاخد وقت طويل انه بيعمل حاجه لوحده عشان ما يكسلش، في نفس الوقت مش عايزين حاجات مكلفه. خلاص ادي هحط رشه الزعتر عليها، وهحط الخضار اللي انا عايزاها. كتري الخضار بقى علشان ايه؟ تشبعي، يعني يبقى فيه خضار كتير عشان البيتزاية تشبعك، ما تقوليش انا ما شبعتش. وهحط جبنه موتزاريلا زي ما قلنا، نجيبها قليله الدسم، دي نقطه برضو مهمه، نحطها عليها وهندخلها الفرن 5 دقايق تاني او 6 دقايق لغايه لما تسيح الجبنه وتحسي ان هي خلاص استوت. عايزه تحطي رشه ملح على الكاتشب، ممكن تحطي رشه ملح زي ما انت عايزه اهي. انا عايزه اطلعها لكم بقى وهي سخنه كده وبتبقلل، يا سلام فظيعه. ادي البيتزا الدايت، البيتزا لايت، سهله وسريعه وحلوه، سعراتها بسيطه اهي. اشيلها بقى في الفرن خلاص، هحطها في الفرن، انا هحطها فوق التانية علشان نخلص بقى.